طول ما انت عايش في الفقر، وطول ما انت مش مصدق الغنى اللي في المسيح يسوع، وطول مش مصدق انك انت وريث حقيقي وغناك موجود ومتزخر لك غنى، يا اخي ده دموعك غنى. دموع غنى؟ قال لك اه، حتى دموعك اللي بتدمعها دي بيقول لك انا شايلها في سقف عندي، انا هديها لك وانت طالع لي هديها لك. كل ألم اتألمته هدي لك فيه إكليل، كل أمر عفرت فيه أنا هدي لك فيه إكليل، كل كلام أنت رفضت تعمله أنا هديك فيه إكليل، كل سقوط وقيام أنت عملته أنا هديك فيه إكليل. أنت غني. طب تعرفوا إحنا واخدين إكليل بلوشي كده كده هو من غير ما تعمل في حاجة. حد فيكم مصدق في ربنا من غير ما يشوف منه حاجة؟ كم واحد شاطر؟ بالكتوبة لمن؟ وإيه بقى؟ يا بخت اللي مصدق ولسه ما شافش، ده واخد إكليل كده. خش خد ده. بص ما شفتش مني حاجة؟ آه ما شفتش مني ربنا، ما شفتش منك حاجة، كنت معايا؟ آه خش يا راجل. أصلا ده نخش ده في إكليل معد ليك اسمه إكليلك ما خدتش حاجة. صدقتني من غير ما تشوف، وفضلت تصدق فيا وانت مش شايف، وفضلت تحبني وانت متألم، متاخد حقك في الدنيا وفضلت شاكر، بتقع وفضلت معافر، امور كتير عماله تتسد في وشك وانت تقول الرب صالح، حاجات كتير عمال تخسرها وانت عمال تقول انا بس كسبان ربنا، انا الحمد لله ان ربنا عامل معايا واحد واثنين وثلاثة. غنى. فيقول لك كده الكتاب، انت متأصل وغني في محبة المسيح الفائقة المعرفة. عايز تاخد الليك تعالى للمسيح وسلم نفسك بالحق مش بالكلام، وعيش مع ربنا ببساطة حقيقية، وارفع قلبك بأمانة في كل أمر، وصدق في كل كلمة بتسمعها وكل كلمة بتقراها وكل كلمة بتعيشها. لا أنا عايز أخد حقيقي غنى، أخد غنى في القداس، أخد غنى في التسبيحة، أخد غنى في التسبيح، أخد غنى في الكلمة، أخد غنى في كلامي معاك، أخد غنى في الجلسة معاك، أخد غنى. ما تفقرش نفسك، فقراء ولكن نغني كثيرين. بنغني بإيه؟ بمحبة المسيح الفائقة المعرفة. انت ليه مش مصدق انك مميز؟ امتزت عجبا رغم كل الإحباطات وكل الألسنة اللي حواليك عمالة تحبط فيك وتهبط فيك. انت مش مصدق انك مميز، فانت عمال مصدق فقر كلام ابليس في حياتك، فانت مصدق فقره، فانت بتعمل ايه؟ عمال تفتكر انك مصدق في كلام ابليس. لا، صدق في كلام الله انك مميز جدا عنده. عارف لما بتقع في خطيه وتلاقي نفسك حزين ومكسور، انت في اللحظه دي فقير. في اللحظه دي ايه؟ فقير. ابليس سالب، سرق فرحتك، سرق قوتك، سرق سرق سرق. فانت عملت ايه؟ حصل لك ايه؟ افتقرت. فابليس يقول لك ايه؟ خليك في فقرك. لكن اللي عارف محبه المسيح الفائقه المعرفه يجري على الغنى، روح رامي نفسه قدامه. انا وحش بس بحبك، انا وحش جدا بس بحبك جدا. فتعرف محبة المسيح اللي تخليك ازاي تقوم من فقرك. اكتر حاجة بقت تحزني، اكتر حاجة ان احنا عاملين نلف في دايرة، وكل يوم الله يكلمنا في نفس الدايرة، ويجي يقول لي ربنا يا ابني انا عايز اختبر، اديك اختبارات اعظم، عايز ادخلك في مراحل اقوى واعظم، عايز احطك في حتت اكبر، وانت فاضل كل شويه لا هي الحته بتاعتي، اقع واقوم، اقع واقوم، اقع واقوم.
وابليس يقول لك ايه؟ كويس انك بتقوم. اه كويس انك بتقوم، بس انت بتعمل ايه؟ مش واخد غنى. فيقول لك كده القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. انت مصدق ان الله قادر ان يفعل كل شيء؟ اه قادر. انا اشهد امام الله ان انت رب بتعرف تعمل من الفسيخ ده شربات. بصوا الكتاب بيقول ايه. طب الغني ده ايه الغنى ده؟ بصوا في رسالة يعقوب، اسمعوا يا اخوتي، يعقوب 2، اسمعوا يا اخوتي يا احباب، اما اختار الله فقراء العالم، هذا العالم، اغنياء في الايمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ انت عارف ربنا لما بيجي يختار بيختار مين؟ الفقير، بيغني الفقير. يقول لك كده الله اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان. بيختار ناس شايفهم ولا حاجه بيعملون كل حاجه. طب ايه يا رب اللي عندك؟ انا عندي حب. وعندك ايه تاني يا رب؟ عندي عمل. وعندك ايه تاني يا رب؟ وعندي مكان انا بجهزه لك. سيد المسيح هو صعد في السماء ليه؟ انا ذاهب لاعد لكم مكان. بصوا الايات دي اقراها معايا عشان تعرف ان ابليس دايما طول الوقت حطك في دايره العالم وفاكر مديك فكره ان هي دي القصه. يعني هي دي القصة، القصة دي اللي انت عايشها. لا هي مش دي القصة انت عايشها، انت عايش قصة تانية لسه ما وصلتلهاش. ايه هي القصة؟ يقولك كده في كورنثوس الثانية صح 5 من اول آية 1، اسمعوا الآيات دي. لأننا نعلم إنه النقد بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماوات بناء من الله. بيقول لك ايه؟ بص ركز معايا. بيقول لك انا عارف ان انا لو افتقرت هنا مش هي دي قصتي. امال ايه قصتك؟ لنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد ابدي، فاننا في هذه ايضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. بيقولك إيه هنا بولس الرسول؟ طول ما أنت بتدور على حاجة تانية في حياتك غير أنك توصل للسماء فأنت فقير. قالها سيد المسيح، أطلبوا أولا إيه؟ ملكوت الله وبره. وإيه اللي يحصل؟ كل هذا وزاد. عارف إيه اللي بيتعب الواحد؟ ان احنا حافظين قوي، نفسي نعيش، انا نفسي اعيش ده، انا نفسي اعيش مش فارق معايا اللي بيحصل لي هنا في الارض. يا ابونا ازاي؟ صدقني صدقني، بص على كم مره وقفت على حاجات صغيره وفضلت واقف قصادها وفضلت عمال تهري فيها وتتعب نفسك فيها وتفكر فيها وتهلك دماغك فيها وتهلك مشاعرك فيها، وطلعت في الاخر حاجه فاضيه فاضيه ما بتعملش معاك حاجه خالص. واذا كانت الحاجه اللي عمال تهري فيها دي بتفرحك يومين ما بتفرحكش التالته، ولو عاشت الحاجة اللي بتفرحك دي اسبوع ما بتدومش معاك التاني. ليه؟ لان مش هو ده الغنى اللي ربنا عايز يديهولك. انت عمال تعمل ايه؟ عايز هنا، بس هو عايزك هناك. انت عاوز هنا، يقول لك احنا هناك، مملكتي ليست من هذا العالم. هنا في فقر، اللي انت بتسعاله في فقر. يجي واحد وهو قاعد، يعني ايه يعني؟
يبقاش عندي طموح في الدنيا. اهو ده ابليس بقى اللي بيخليك مخك قد كده. يبقى ربنا بيكلمك على طموح اكتر، يقول لك يعني ايه ما اعملش كده؟ مين قال لك يا حبيبي؟ ربنا عايزك ناجح وفرحان ومبسوط وعايش وبتخدم وبتثمر وبتعمل وبتبني بيوت بس خلي بالك في تثنية 8 راح قال ايه؟ لو ربنا اداكم كل ده افحص قلبك وما تقولش ان ايه ان يدي وقدرة يدي اعطت لي هذه الثروة، لكن لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي يقول رب الجنود. شعب بني اسرائيل زمان كان ربنا يفضل لهم ايه؟ هترسوا الارض هترسوا الارض هترسوا الارض. عملوا ايه بقى في الارض؟ فضلوا يبصوا على الارض دي يخرجهم من عبودية. يقول لك يا عم رجعنا تاني ليه؟ أصل احنا في الارض كنا بناكل وبنشرب ده مخرجنا. انا هديكوا ارض جديدة تفيض لبنا وعسل. يا عم مش عايز لبن وعسل، انا عايز اللحمة والكرات اللي كنت باكلهم في العبودية. احنا كده بنحب الذل. شوف يا اخي تبقى عارف ان الموضوع ده هيذلك وتجري وراه عادي، وعارف ان في حاجة تانية هتغنيك بس هتتعب شوية. لك فوق اديني اللي يفقرني كده، بعد اذنك اديني اللي يفقرني بس بخمسة جنيه فقر بعد اذنك.